صباح الفل، يا صباح الياسمين، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده وصباح اون يوم 26 رمضان، النهارده ليله القدر. بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يجعلنا من عتقائه في هذه الليله طبعا الكريمه، وينظر الينا بعين الرضا، ويجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا شاهدا علينا. يوم جديد بنصبح عليكم فيه، وايام جريت بسرعه، وبدانا نسمع اغنيه تم البدر بدري. فبصبح عليكم، بصبح على محمد كمان. صباح الفل عليك يا ولاء. ايام الخير دايما بتجري بسرعه، ايام رمضان وتم البدر بدري هنسمعها خلاص اليومين دول. كل سنه وانت طيبه، كل سنه وكل مشاهدينا كده بخير وسعاده ورضا ان شاء الله. يعني ايام مباركه، وندرك ليله القدر النهارده ان شاء الله، ندركها جميعا، وربنا يتقبل اعمالنا وصيامنا في هذه الايام. النهارده حلقه جديده من صباح اون، زي ما تعودنا دايما معانا فقرات كتيره جدا، اخبار متنوعه، متابعه كمان لاهم الاحداث ومجموعه من التقارير، ومعانا فقرتين النهارده مهمين جدا. امبارح فريق المنتخب القومي وصل جروزني، تم استقباله استقبال جميل جدا يا ولاء، وحاجه رائعه جدا. لكن انا امبارح يعني تم استفزازي بشكل كبير قوي، يعني انا استفزيت كده زي ما بيقولوا بشكل قوي. هم مسافرين، وناس كتيره جدا تابعت اكيد امبارح على السوشيال ميديا، خلاص تحولنا كده لخبراء في الموضه والازياء مره واحده. يعني كل الناس على السوشيال ميديا او عدد كبير جدا بداوا ينتقدوا حاجات صغيره جدا. عارفه انت لو احنا لحظه الفرح مفروض ايه؟ يعني نفرح، احنا بقينا يعني اساتذه في افساد لحظه الفرح. غريبه جدا، يقول لك ده مش عارف الحذاء ده ازاي يمشي مع البدله والبدله صفين وبتاع. سيبنا الحاله الجميله ومسكنا زي ما بيقول لك كده في الهيفة تتصدر. كلمتين دول عايز اقولهم. الحمد لله قلتهم. يعني عايز اخلص ضميري. كل واحد له رايه، كل واحد له وجهه نظره، واكيد كلنا حتى اللي بينتقدوا اكيد كلنا عايزين منتخبنا في احسن حال. وهي السوشيال ميديا معموله عشان كده. بالظبط يعني بالظبط. بس انت عارفه الدوز كانت عاليه قوي، يعني سبت اللحظه. احنا بقى لنا 28 سنه بنحلم باليوم اللي مصر فيه تلعب في كاس العالم. فليه ما نسعدش كلنا كده ونفرح باللحظه؟ يعني فكره ان انت الفرح دي تفسديها بانك تركزي على حاجات بعيده تمام. يا جماعه شجعوا بلدكم، ارفعوا من الروح المعنويه، اسندوا اللعيبه، قووا روحهم المعنويه كده بالكلام الحلو. لكن نفضل طول الليل والنهار نتكلم ازاي ده يلبس مش عارف بدله صفين، وده ازاي يلبس حذاء رياضي على بدله كلاسيك، يعني كلام مش عارف يعني. طيب احنا اهم حاجه انه ده ما ياثرش طبعا على معنويات فريقنا، واكيد ان شاء الله ده مش هياثر. نبدا معاكم دايما حلقتنا في رمضان ببعض التقارير الخفيفه واللي ربما بيكون ليها علاقه بالشهر الكريم. في طلاب جامعه عين شمس رسموا جدارية على أسوار المدينة الجامعية بتاعتهم ضمن مبادرة اسمها معا لنرتقي، بالتعاون مع محافظ القاهرة. تعالوا نتفرج على الجدارية والطلبة في التقرير ده. تحتاج أعين القاطنين بالقاهرة دوما إلى التغيير، فقد سئموا لون القاهرة الرمادية التي اعتادت أعينهم عليها. ألوان مبهجة في لوحة فنية ضخمة في شكل جدارية على أسوار المدينة الجامعية لجامعة عين شمس ضمن مبادرة معا لنرتقي، بالتعاون بين الجامعة ورئاسة حي الويلي، تهدف إلى الارتقاء بالشكل العام لجدران القاهرة وبث روح الأمل والتفاؤل في نفوس طلبة الجامعة. اللي بيعملوه ده شيء جميل جدا، احنا في أشد الحاجة لأن احنا ننشر هذا الجمال في شوارع القاهرة كلها. عندنا مناطق كتير على فكرة محيطة بالجامعة هنا، يعني عندنا شارع رمسيس طبعا مدخله وخط المترو، يعني احنا بنشوف تشوهات كتيرة موجودة على الأسوار دي. يعني أنا طبعا يعني سعيد جدا. الجمال يا معالي الوزير بيدعو للجمال. طبعا، يعني احنا أطلقنا قبل كده مبادرة خليك زي آدم، والجامعة ساعدتنا فيها وأطلقتها من هنا يعني، وأنا كنت سعيد جدا. لكن دي الحقيقة نقلة فنية ونوعية أخرى. احنا مع سيادة المحافظ في الحتة اللي يقول لنا عليها، لان احنا بنشتغل بالمشاركه مع محافظه القاهره. احنا لولا المحافظه واقفين معانا ومساندنا وجايبين لنا الاوناش، كل ده ما كناش نقدر نوصل للارتفاعات اللي انت شايفها دي. طبعا محافظه القاهره معانا واحنا معاهم قلبا وقالبا.
الجدارية قام برسمها طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس بشكل تطوعي، أملا منهم في إتاحة الفرصة من قبل محافظة القاهرة لتلوين جدرانها وتحويلها لعاصمة الألوان. بصوا، هو القاهرة عامة يعني متسمية بالعاصمة الرمادية من كتر ما هي كل الألوان جراي كده، بس فاحنا حبينا ان احنا نكسر النمط ده بان احنا نخلي فيه ألوان، يعني ألواننا حتى مبهجة كده وصارخة صريحة. الموضوع حلو جدا، في تعاون وبيخلي عندك ثقه في النفس ان انت بتطلع شغل حلو جدا، صحابك وبتقضي معاهم وقت حلو، وفي نفس الوقت ده شغل بتجمل بيه الشوارع، الناس كلها ماشيه بتدينا طاقه ايجابيه فظيعه، يعني اللي هو حلو وعاش وكملوا، الموضوع فرق والمنطقه فرقت اساسا. اشتغلنا على سور جامعه عين شمس وبس، وبعد كده يعني النجاحات يعني هي خطوه خطوه. طموحنا بعد كده ان احنا بقى بيجي لنا طلبات ان ممكن يعني ناس تطلب مننا ان احنا ممكن نعمل حيطان في اماكن تانية او شغل او اماكن تانية نشتغل فيها. فاحنا يعني طموحنا مش متوقف ان احنا جداريتين نعملهم او عشان احنا اتخرجنا فمش هنكمل، لا، احنا يعني ده حلمنا من بدري يعني او من زمان، ان احنا مثلا نجمل كل بلدنا او كل مثلا حد يشتغل في الحي بتاعه او الحاجات دي. فلا شك من ان من سيمر بهذا الشارع حتما سوف يبتسم عند رؤيته لهذا العرض الفني على الجدران الذي سيكون له الاثر الطيب على ارتفاع الذوق العام لدى الجميع. معا نرتقي، مفيش اجمل من كده ارتقاء ولاء بالفن والجمال. نتمنى كده مش بس في جامعة عين شمس، نتمنى في الجامعات كلها تبقى حتى مشاريع التخرج لطلبة كليات فنون جميلة في الشارع، يعملوا جداريات فن للشارع، ده حاجة رائعة وجميلة. وزي ما سمعنا في التقرير القاهرة مدينة رمادية، لكن بإيد الشباب دي هتتحول إلى مدينة مبهجة فيها ألوان وجميل جدا ان احنا نشوف الالوان دي في الشوارع. صحيح، حاجه لطيفه. صحيح. طيب، من الفن والجداريات زي ما شفنا مع حضراتكم، تعالوا نروح بقى للرسائل الرمضانيه اليوميه. احنا من اول يوم مع حضراتكم بنشوف كده رسائل وفضائل عن هذا الشهر الكريم. النهارده هنتكلم عن الصيام، الصله بين العبد وربه، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مع الشيخ سيد شلبي احد علماء الازهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. صلى الله وسلم وبارك وعظم وفخم وتمم ونعم عليك سيدي يا رسول الله. وبعد، مشاهدين الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم على مائدة رمضان، نلتقي لنرتقي. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تعالوا بنا نقف مع ملمح من هذه الآية الكريمة: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال العلماء: من شهد الشهر صام الشهر، من شهد الشهر صام الشهر، من شهد رمضان صام رمضان، من شهد الأيام صام الأيام، من شهد الهلال صام للهلال، ومن شهد رب الشهر صام الدهر. تاني، من شهد الشهر صام الشهر، اللي هيقف مع حدود الأيام والأزمان، واللي هيقف مع أول يوم وآخر يوم ده هيصوم الشهر. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه.
فبنيجي رمضان نبقى قسمين، قسم عايش مع الصبح والمغرب يفطر فيفرح بفطره، وقسم يحيا في رمضان بصلة بينه وبين ربه، لأن الصيام بيربي فيك هذه الصلة. الأم وهي في المطبخ ما بيبقاش معاها حد، وهي بتجهز الأكل لو دائت الأكل عشان تشوفه عادب ولا مالح ولا حلو ولا مر، تلاقيها بسرعة تخرج ما في فمها. الراجل وهو بيتوضى في المسجد أو في الميضة أو في بيته أو في الحمام ما معهوش حد، وهو بيتمضمض تلاقيه بينزل المية، لو خد جرعة مية محدش حاسس بيه، لكن تلاقيه بسرعة بيطلع المية اللي ممكن تتسرب لزوره علشان المراقبة التي يربيه فيها الصيام، فإنه يهيئه من داخله أن يشهد الله في كل شيء، وأن يشهد الله قبل كل شيء، وأن يشهد الله بعد كل شيء. فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد الشهر صام الشهر، ومن شهد رب الشهر صام الدهر. نحن في رمضان يربي فينا ثورة على ضمائرنا، يربي فينا ثورة على أخلاقنا، يربي فينا ثورة على أحوالنا، يربي فينا تهيئة للمراقبة التي تجعل الحق شهيدا عليك. الله معي، الله مطلع علي، الله ناظر إلي. فإذا انتهى رمضان فأنت تحيا بتلك المعية، المعية الخاصة التي قال الله فيها لحبيبه صلى الله عليه وسلم: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والتي قال الله فيها لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام حينما قال قائلهم: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي أن البحر أمامنا والعدو خلفنا، فأجاب موسى بمعية توصله بربه، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. لذلك فإن حقيقة الصيام لا يعرفها إلا الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء في الحديث القدسي عن رب العزة: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أي عمل بتعمله في الدنيا من الحسنات تحديدك الآتي: الحسنة 10 أضعافها. طب لما تكتر يا سيدنا النبي؟ قال: إلى 700 ضعف. ثم أجاب الحق في الحديث القدسي قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه لا يطلع على حقيقة الصائم إلا الله. غير الصلاة، الصلاة بتخش تتوضى كل الناس تشوفك وانت بتتوضى، تقوم تركع وتسجد الناس كلها تشوفك وانت بتركع وتسجد، غير الحج بتروح تحج فتعمل مشاعر وشعائر، الحج مشاعر وشعائر، فتقوم تطوف وتلبس الإحرام وتسعى بين الصفا والمروة، غير الزكاة أموال معدودة بتطلعها من فلوسك عشان تؤخذ من الأغنياء للفقراء، غير الفرائض كلها، الصيام ده صلة بينك وبينه. الصوم يؤهلك لمعرفة ربك بالباطن، عشان كده فمن شهد منكم الشهر فليصم، قالوا من شهد الشهر صام الشهر، ومن شهد رب الشهر صام الدهر. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به. قال قائلهم: من كان يشكو عظم داء ذنوبه فليأتي في رمضان باب طبيبه، ويفوز من عرف الصيام بطيبه، أوليس قال الله في ترغيبه: الصوم لي وأنا أجزي به. يا صائمي رمضان فوزوا بالمنى، وتحققوا نيل السعادة والهنى، وثقوا بوعد الله إذ فيه الغنى، أوليس هذا قول إلهنا؟ الصوم لي وأنا أجزي به، من صام نال الفوز من رب العلا، وبوجهه أضحى عليه مقبلا. يا صائما صم رغبة في قول رب قد علا، الصوم لي وأنا أجزي به. رزقنا الله وإياكم البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وشكر الله لكم حسن استماعكم وجميل إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخ سيد، الحقيقة يعني أضاء نقطة مهمة جدا يمكن كتير فعلا ما بناخدش بالنا منها، وهو أنه فعلا يعني الصيام فقط هو الذي لا يحتمل الرياء، الصيام فقط هو اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. ممكن يعني انك تبقى مع نفسك وتاكل او تشرب او انت بتتوضى زي ما هو قال، وبعض المية تتسرب الى الداخل فعلا. اذا احب الله عبدا جعل عليه رقيبا من نفسه، يا رب تقبل ونبقى من هؤلاء اللي بيصوموا ومش بينال من صيامهم فقط غير الجوع والعطش. يا رب نكون على قد الصيام وربنا يتقبل مننا جميعا يا رب، امين. بعد هذه طبعا المعلومه الرمضانيه اللي للاسف كلها كام يوم وهنتحرم منها بعد كده، لكن هنروح للتغذيه، طرق التغذيه. خلاص فاضل كام يوم في الشهر الكريم، تعالوا نعرف ايه طرق التغذيه السليمه من الفطار لحد السحور. دايما متعودين بنجيب ليكم خبير تغذية معين انه يتكلم في نقطة معينة. النهاردة النظام الصحي والتغذية السليمة لإنقاذ الوزن كمان في رمضان، بس كان فين من اول رمضان ده مع الدكتور؟ هنلحق نعمل حاجة في الثلاث ايام دول؟ هنلحق نصلح؟ هنلحق نصلح يعني؟ خواتيم يا محمد مش بالبداية. الدكتور احمد صبري خبير التغذية، تعالوا نتفرج عليه. اهلا وسهلا بكم في يوميات صائم. طبعا في ناس كتيرة جدا بيشغلها في شهر رمضان، هل شهر رمضان شهر ينفع اخس فيه ولا هو شهر انا بطلع زايد فيه من الوزن؟ وهل انا لو عندي النية ان انا اقدر اخس هل فعلا اخس وفي فرصة كبيرة ان انا مستوى الحرق بتاعي يبقى كويس ويعني اقدر انزل بعض الكيلوغرامات من الوزن؟ لكن الحقيقة يعني رمضان دايما ساد العرف فيه ان هو شهر الولائم وشهر العزائم وشهر الموائد، وان احنا بنتلم كلنا ونفسنا ناكل كذا وكذا وعندنا عزومة، وبيعملوا فيه تنافس كبير جدا في العزائم على اصناف كبيرة جدا من الاكل. لكن انا عايز اقول ان رمضان فرصة ذهبية للناس اللي هي بتحاول تنزل من وزنها وبتحاول ان هي تخس، لان الامر ببساطة سياسة الاعتدال لوحدها كافية ان هي تساعد على نزول وزنك من 3 لـ5 كيلو، وكمان ممارسة بعض الانشطة البدنية اليومية. الغلطة الدائمة اللي احنا بنقع فيها اثناء شهر رمضان هو اننا طول اليوم صايمين، فبنحاول ان احنا نريح، بنحاول ان احنا ننام، بنحاول ان احنا متحركش، قاعدين تحت التكييف، بنخاف نخرج برا، فما بنمارسش رياضة، بيجي الفطار علينا، بنفطر وبنبدأ لو عندنا صلاة بنصلي، وبعدين بنقعد نتفرج على التلفزيون، وبعدين بننام، فما فيش أي نوع من أنواع الأنشطة البدنية. ودايما السؤال اللي هنا، هل ممارسة رياضة قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ الحقيقة هو مش شرط ان احنا نمارس الرياضة في وقت معين، لكن هو من الطبيعي ان في وقت ذهبي لممارسة الرياضة وهو قبل الفطار، لان قبل الفطار كمان بساعة او بساعتين بيكون الوقت الذهبي اللي فيه معدل الحرق بيبقى 3 أضعاف معدل الحرق في الوقت الطبيعي. يعني مثلا احنا لو قدرنا نمارس رياضة زي نص ساعة او 40 دقيقة، نمشيها مشي بخطوة معتدلة مش جري عشان ما يبقاش مرهق قوي، ده لو قدرنا نعمله قبل الفطار هنحرق مثلا في حدود 500 سعر حراري. على العكس مثلا ان احنا لو عملنا ده بعد الفطار ممكن نحرق مثلا 120 او 160 سعر حراري. فاذا ده الوقت الذهبي اللي نقدر نمارس فيه الرياضة لو قدرنا وبنقدر نتحمل الصيام وعطش الصيام، فنقدر ان احنا نمشي نص ساعة. كمان انا ضد ان احنا نمارس الرياضات اللي هي الشاقة او الصعبة، يعني لا يفضل اثناء شهر رمضان انك تمارس رياضة من انواع الفيجرس اكسرسايز او انواع الرياضات الصعبة. كفاية ان حضرتك تمشي او تعملي رياضة منزلية زي الوكاتوم، امشي جوه البيت، او اعملي اي رياضة من الرياضات اللي هي اللي بتبقى على ميوزك زي البيلي دانس او زي الدومبا او اي رياضة تقدري تمارسيها منزلية عشان تاخدش منك وقت وعناء في الممارسة وتقدري تنتظمي عليها. واحنا الحقيقة كمان محتاجين ان احنا نعمل رياضة 5 جرعات اسبوعيا، ما ينفعش ان احنا نعمل الرياضة اقل من كده. الرياضة عمرها ما تنفع لو كانت مرة واحدة يومية، مرة واحدة اسبوعيا او مرتين في الاسبوع، بتبقى جرعة غير كافية وما بتجيبش اثر ايجابي او اثر فعال كويس في مسألة التخسيس. فده ببساطة هو دور ازاي ان احنا نمارس رياضة والرياضة تساعدنا ان احنا نخس. فحبيت الفت
نظر حضراتكم ان الرياضة من احدى الاسباب المهمة واللي بتساعد حضرتك انك تخسي. كمان الطريقة والاسلوب اللي بناكل بيها، احنا اتفقنا على سياسة الاعتدال، يعني مثلا احنا هنيجي على الفطار في العادي ان احنا مثلا بناخد التمر بالحليب او التمر اللي بيساعدنا او اللي احنا دايما اعتدنا عليه كنوع من انواع السنة، ولكن كفاية من 3 لـ7 تمرات، مش لازم كوباية يعني اللي بنشربها يبقى فيها بقى تمر وقراصية ومشمشية، هو كفاية التمر مع الحليب. وبعدها هنبدأ ناخد انواع البروتينات، ولكن نعملها بطريقة صحية، يعني مثلا طريقة مشوية، مش لازم مثلا ناخد فراخ فتبقى الفراخ دي محمرة، او ناخد سمك فالسمك ده يبقى مقلي. يعني الافضل ان احنا نعمل طريقة طهي صحية، يعني بدون سمنة وزيت، يعني يكون حاجة مشوية كويس جدا او مثلا مسلوقة. كمان هناخد معها سلطة او خضار او حاجة فيها الياف عشان تساعد الجهاز الهضمي بتاعنا كويس. وكمان هناخد جرعة من النشويات زي نص رغيف او طبق رز صغير او طبق مكرونة صغيرة. ونقدر كمان بعديها بساعة او ساعتين ناخد ثمرتين فاكهة او كوباية عصير. والناس طبعا هتقول لي طب وبالنسبة للحلويات، انت عارف قطايف رمضان والكنافة بتاعت رمضان والحاجات الحلوة بتاعت رمضان والكنافة بالمانجا والمش عارف ايه. الحقيقة الحلويات من الاسباب اللي بتخلينا ندخن بصورة كبيرة جدا في شهر رمضان، فاحنا خلينا ناخد الحلويات مرة واحدة او مرتين كحد اقصى اسبوعيا علشان ما نزيدش. وده كده باختصار اللي نقدر نعمله من ممارسة الرياضة ومن اتباع الاكل الصحي عشان نقدر ان احنا نخس في شهر رمضان. فشهر رمضان فرصة جميلة جدا وفرصة كبيرة ان نقدر ننزل من اوزاننا، فاغتنموا الفرصة دي وما تضيعهاش. وكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، شكرا جزيلا وكل سنة وحضراتكم طيبين. كنت فين يا دكتور احمد زمان؟ كنت فين؟ سياسة الاعتدال في الاكل وممارسة الرياضة مهمة جدا، وزي ما قال دكتور احمد الوقت الذهبي لممارسة الرياضة قبل الفطار، معدل الحرق بيكون فيه 3 أضعاف المعدلات الطبيعية. نمارس رياضة على قد ما نقدر ونعتدل في أكلنا إن شاء الله كده يا رب، يعني نطلع وزننا لطيف وخسين كده في شهر رمضان. طيب تعالوا نروح مع حضراتكم بقى لدرجات الحرارة، اللي مسافر بقى اليومين الجايين إن شاء الله في أجازة العيد، تعالوا نتعرف على درجات الحرارة في القاهرة وفي المحافظات المختلفة مع الزميلة نيرفانا العبد. مشاهدي اللايف اهلا بكم الى نشرة جوية جديدة ليوم الاثنين. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على وجه البحر والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحر والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد. وننتقل الى درجات الحرارة في محافظات مصر ونبدأها بالقاهرة، حيث تسجل كبرى 37 والصغرى 24 والأجواء صافية نهارا وليلا. أما في الإسكندرية تسجل كبرى 29 والصغرى 22 والجو صافي نهارا وليلا. أما في بورسعيد تسجل كبرى 28 والصغرى 23 حيث الصفاء. وفي أسيوط تسجل كبرى 41 والصغرى 22 والأجواء صافية نهارا وليلا. أما في ألمينيا تسجل كبرى 39 والصغرى 23 والجو صافي نهارا وليلا. أما في شرم الشيخ تسجل كبرى 39 والصغرى 29 حيث الصفاء. وفي أسوان تسجل كبرى 44 والصغرى 29 والجو صافي نهارا وليلا. وفي الأقصر تسجل كبرى 43 والصغرى 27 حيث الأجواء الصافية. أما عن حلايب وشلاتين تسجل كبرى 37 والصغرى 26. وإلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية، ونبدأها بالعاصمة العربية القدس، حيث تسجل كبرى 27 والصغرى 17. أما عن دمشق تسجل كبرى 33 والصغرى 16. أما عن الرياض تسجل كبرى 42 والصغرى 27. وفي أبوظبي تسجل كبرى 41 والصغرى 32. أما عن الجزائر تسجل كبرى 22 والصغرى 15. وأخيرا في طرابلس تسجل كبرى 36 والصغرى 23. وإلى هنا مشاهدينا انتهت نشرتنا، وإلى اللقاء.
شكرا لزميلتنا نيرفان العبد. والجو النهارده حر 37، خلي بالكم في الصيام كمان. هنطلع بره مصر بتقرير عن شاب سعودي اسمه عبد الوهاب الغنيم، قعد يجمع في تحف ومقتنيات طوال 40 سنة عشان يعمل متحف خاص فيه هو. أسس متحف عرض فيه 500,000 قطعة فنية، نص مليون قطعة. تعالوا نشوف عبد الوهاب عمل ايه والقطعة اللي لمها شكلها عمل ازاي في التقرير ده. بعد عمل شاق استمر لأربعة عقود لجمع 500,000 قطعة من التحف والمقتنيات، بدأ جامع تحف سعودي يدعى عبد الوهاب الغنيم عرض مجموعته للجمهور في متحف خاص أسسه بمدينة الدمام في السعودية. ويهدف عبد الوهاب من خلال هذا المتحف أن يحافظ على التراث العالمي والعربي وخاصة التاريخ السعودي، كما يؤمن بمسؤولياته الاجتماعية والثقافية في مشاركة هذه التحف مع الجمهور. وتعرض المقتنيات والتي تم جمعها من كافة أنحاء العالم في متحف الفلوى والجوهرة للتراث، والمقسم إلى جزئين، أحدهما للسيارات الكلاسيكية القديمة والآخر لمقتنيات من كافة بلاد العالم. طبعا هو متحفين، في متحف الفلوى كلاسيك أو الفلوى اللي هي يعني بالسيارات، السيارات الموجودة عندنا تقريبا من 1897 أو 1900 إلى 1997. الجزء الآخر الجوهرة للتراث، وهو يتعلق في التراث والأنتيك فيما يخص المملكة أو الخليج أو الدول العربية أو العالم بشكل عام. يضم المتحف غرفة طعام ومقتنيات خاصة بالعائلة الملكية السعودية، كما يوجد به قسم للآلات الموسيقية، والذي يحتوي على مشغلات تسجيلات قديمة وتسجيلات لفنانين مشهورين مثل عبد الحليم حافظ. ويعرض في القسم أيضا جرامافون وعشرات من أجهزة الراديو القديمة، كما شهد المتحف إقبالا كبيرا من الجمهور وخاصة من زوار قسم الأسلحة. المتحف كله ما شاء الله عجبني، بس الجزء اللي دائما من اهتماماتي هو القسم الأسلحة، لأن هذه هواية الخاصة، وما شاء الله تبارك الله يعني في مجموعة جدا حلوة كبيرة مرة واحدة من الأسلحة والمقتنيات، مسدسات، مدافع، بنادق بتواريخ متسلسلة بتعريف عليها كامل ما شاء الله تبارك الله. جدير بالذكر أنه يوجد عملات معدنية نادرة أيضا في المتحف تم جلبها من كافة أنحاء العالم. حاجة عظيمة جدا يعني، متحف كمان زي ما شفنا فيه أقسام، حاجات للديوان الملكي وحاجات قديمة وحاجات كمان حديثة زي ما شفنا، وأسلحة، السيارات وأسلحة. فهو يعني يبدو أنه غاوي جدا ويجمع المقتنيات الأثرية من حضارات وثقافات مختلفة. يبقى نطلع لفاصل ونكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. مرة تانية أهلا بيكم، ونبدأ أخبارنا معاكم. ورئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، وعقد رئيس ورئيس الوزراء الأثيوبي جلسة مباحثات ضمت وفدي البلدين. ورحب الرئيس السيسي بالسيد أبي أحمد في أول زيارة لي لمصر بعد تولي مهام منصبه، وأشار إلى ما تمثله الزيارة طبعا من رسالة قوية وواضحة بشأن حرص الجانبين على تطوير العلاقات الثنائية. وأعرب رئيس الوزراء الأثيوبي عن سعادته بزيارة القاهرة، وأكد الروابط التاريخية اللي بتجمع الشعبين المصري والأثيوبي، وتطلعه للعمل مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة خلال الفترة اللي جاية، وكمان تعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين. تطابق في الرؤى وتوافق في السياسات، هكذا أثمرت زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى القاهرة تلك الزيارة التي شهدت جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. المباحثات تطرقت إلى تطورات موقف سد النهضة، حيث توافق السيسي وأبي أحمد على تبني رؤى مشتركة قائمة على احترام حق كلا البلدين في تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر. وعقب مباحثاتهما، عقد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي مؤتمرا صحفيا أكد فيه السيسي حرص مصر على تعزيز الروابط مع إثيوبيا بما يحقق التنمية والرخاء للشعبين الشقيقين.
وأضاف السيسي أنه تم الاتفاق مع الجانب الإثيوبي على تقديم التسهيلات في مجال الاستثمار من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشيرا إلى إنشاء صندوق ثلاثي لتنفيذ مشروعات مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بناء على الاجتماع المقرر أن تستضيفه القاهرة يومي الثالث والرابع من يوليو عام 2018. لقد تباحثنا اليوم حول فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ضوء ما نلحظه من اهتمام من قبل القطاع الخاص المصري بزيادة استثماراته في السوق الأثيوبي، وقد اتفقنا على أهمية تقديم جميع التسهيلات الممكنة من الجانبين بغرض دعم تلك الاستثمارات لتفعيل ما سبق الاتفاق عليه بين مصر وأثيوبيا والسودان بشأن إنشاء صندوق ثلاثي لتمويل مشروعات البنية التحتية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وأهمية البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء الصندوق، وذلك بناء على الاجتماع المقرر أن تستضيفه القاهرة يومي 3 و4 يوليو 2018. ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات مع مصر، مؤكدا أن تنمية سد النهضة لن تكون على حساب الشعب المصري. قدومنا إلى مصر جاء لتأكيد محبتنا وإخلاصنا ومودتنا للشعب المصري. نحن نرغب في استخدام حصتنا من مياه النيل مع التأكيد على حصة مصر. نحن لا نريد أن يكون هناك شك بيننا. سنحافظ على حصتكم من مياه النيل وسنعمل على زيادتها، ولن يكون هناك خلاف بيننا، لأن الخلاف لن يفيد أي من البلدين. تقدم ملموس في ملف العلاقات المصرية الإثيوبية يؤكد من جديد حرص القيادة السياسية على العودة بقوة إلى إفريقيا لتدعيم أواصر الصداقة والأخوة مع دولها. الحقيقة أن العلاقات المصرية الإثيوبية مرت بمراحل متعددة كان أساسها الانتقال إلى مستويات جديدة من التعاون خلال السنوات الأربع الماضية تحديدا. وقعت مصر مع إثيوبيا اتفاق المبادئ لتقريب وجهات النظر حول سد النهضة، وفي العام الجاري السنة دي 2018 تم وضع خارطة طريق لتعزيز العلاقات الثنائية بما يضمن مصلحة البلدين. على أسس قوية من التعاون والتكامل تتجه العلاقة المصرية الإثيوبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مستويات جديدة أكثر نجاحا وإشراقا. ففي ظل مساعي القاهرة لتعزيز التعاون مع أديس أبابا صدر بيان مشترك بين مصر وإثيوبيا 2014 وضع إطارا للتعاون المشترك يقوم على احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الأضرار ببعضهم البعض والاعتماد على لغة الحوار البناء بين البلدين لحل المشكلات. وفي مارس 2015 وقعت مصر وإثيوبيا والسودان اتفاق إعلان المبادئ في الخرطوم تقديرا للاحتياج لمواردهم المائية العابرة للحدود وإدراكا لأهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب البلدان الثلاث. في يناير 2018 وخلال ترأس الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا اجتماع اللجنة العليا المشتركة تم وضع خريطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، كما تمت مناقشة مقترح إنشاء منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المصرية في قطاعات متعددة بالسوق الإثيوبية. ثم جاء الاجتماع التسعي الثاني حول سد النهضة في أديس أبابا في 15 من مايو على مستوى وزراء الخارجية والري والمخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، والذي أعقبته مشاركة سامح شكري وزير الخارجية في اجتماعات الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي في 25 من الشهر ذاته. علاقة خاصة ولدت بين مصر وإثيوبيا من رحم مصير مشترك هو نهر النيل، ثم نسج الكيان الإفريقي المشترك للبلدين مزيدا من الخصوصية على طبيعة العلاقة ليمنحها مزيدا من التميز.
زيارة مهمة جدا ومحطة جديدة في العلاقات المصرية الإثيوبية للتعقيب على زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى القاهرة والمؤتمر الصحفي اللي عقد بالأمس مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ينضم إلينا هاتفيا السيد إبراهيم الشهابي مدير مركز الجيل للدراسات الاستراتيجية. صباح الخير يا فندم، أهلا بيك. صباح النور استاذ محمد والولاء، وكل تحيه لمتابعي برنامج صباحون. يعني تابعنا امبارح المؤتمر الصحفي، كان فيه كلام مهم جدا، تعاون اقتصادي، مناطق منطقه استثماريه مصريه في اثيوبيا، تفعيل الصندوق المشترك المصري السوداني الاثيوبي، لكن اللي كان ملفت جدا للنظر امبارح قسم رئيس الوزراء الاثيوبي سيد ابي احمد لما قال ولما طلب منه الرئيس السيسي وقال ثلاث مرات والله 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 لن نضر مصالح مصر المائية. دلالة ده ايه يا فندم؟ دلالته واضحة جدا. اولا يمكن الزيارة كانت بعد المجالات وصل فيها النقاش لمواضيع الاقتصاد ومستقبل العلاقات الثقافية بين مصر واثيوبيا وفتح دفع استثمارات مصرية وتبادل الخبرات مع مصر، خاصة انه مصر تمتلك حجم كبير من الخبرات في شتى المجالات اللي ممكن تكون اثيوبيا محتاجاها. وفي نفس الوقت كان هناك تقدم ملموس لدى الحكومه الاثيوبيه وفي شكل تعاطيها مع ملف سد النهضه. واقع الامر انه هذا التقدم كان نتاج اولا ثبات مواقف المفاوض المصري تحديدا خلال الفترات الماضيه، والسعي المصري الدائم الى تحقيق الصالح المشترك وعدم الدخول في صدام او حتى تحقيق مكانة تهدف له بعض القوى لتحويل مسار المفاوضات الى مسار صدام فيما يتعلق بسد النهضة. اعتقد انه هناك تغيير حقيقي يحدث في اثيوبيا، وان هذا التغيير ربما سيمتد الى بعض من المرونه من الطرف الاثيوبي بعد فترات طويله ربما من التشدد والمماطله. المرونة دي أستاذ إبراهيم ممكن تتمثل في إيه؟ لأنه في رؤية مشتركة جديدة، في تغير زي ما حضرتك ذكرت في الموقف الإثيوبي، تمثل هذه المرونة على الأرض، يعني إيه الخطوات اللي ممكن يبديها الجانب الإثيوبي لطمأنة مصر أكثر؟ أعتقد أنه يمكن كان مسألة سد النهضة اللي في فترة من الفترات كان بيستخدمها أطراف سياسية داخل إثيوبيا تحديدا في الترويج أو البحث عن حالة بقاء هش في السلطة أو في الحكم. اعتقد ان التحول الى تجاره سياسيا وبشكل ديمقراطي وثالث في اثيوبيا هيؤدي الى النظر الحكومه الاثيوبيه لسد النهضه باعتبارات اكثر موضوعيه. هيقول لحضرتك انه ليست المشكله في حوض نهر النيل متعلقه بندره المياه، يعني المشكله في اداره حجم هذه الثروه الطبيعيه الهائله. لابد ان تكون هناك قناعات حقيقيه، واعتقد دي بدات تترسخ لدى اثيوبيا بانه الاداره المشتركه لهذه الثروه سيؤدي الى مزيد من الاستفاده القوميه لدى البلدين، وان المتاجره بهذا الملف على المستوى المحلي ربما ادت الى احداث مشكلات حقيقيه تتعلق بالتعاون المثمر بين كل دول خوض النيل، مش فقط بين مصر واثيوبيا. اعتقد انه المسار او القسم اللي قاله رئيس الوزراء الاثيوبي بالامس هو دلاله على ادراك الاثيوبيين ان هناك قلق مصري تجاه هذا الوضع، وان هذا القلق لا يخدم التفاوض ولا يخدم حتى التنميه المشتركه، وما دل على الطرف الاثيوبي ان يقدم المزيد من الضمانات والخطوات باتجاه مسار اكثر تحديدا للتفاوض، وان يكون هناك استعداد حقيقي لدى الطرف الاثيوبي ليه الدخول في حاله تنميه مشتركه. مصر اثبتت صدق نواياها خلال الفتره الماضيه وحافظت على المسار التقارب الواضح في الاهداف مع الشعب الاثيوبي، لانه في النهايه مصالح الشعب الاثيوبي لا تنفصل اطلاقا عن مصالح الشعب المصري ومصالح البلدين، هو في تنميه مشتركه. طب في رساله التنميه دي استاذ ابراهيم، يعني عفوا المقاطعه، لانه كان في خطوات ملموسه، الرئيس تحدث عن انشاء منطقه استثماريه او صناعيه مصريه في اثيوبيا، في صندوق مهم جدا، صندوق يجمع ما بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا، وتم طرح كيفيه تفعيل هذا الصندوق لمشاريع البنيه التحتيه. التنميه هنا ازاي يا فندم تكون مفتاح حقيقي لتعاون ولتقليل اي خلاف او توتر سياسي؟
خليني اقول لحضرتك ان يمكن كان رؤيه القياده في طوال الوقت كانت مرتبطه بالاساس بدامه العلاقات وبنائها بشكل حقيقي ومتسق وان يكون مجمل سياسه مصر الخارجيه تجاه هذا هذه اتجاه فد النهضه هي ان يتم يعني اختزال كل القضيه في مفاوضات سياسيه حوالين الحقوق المائيه. مصر تسعى الى حاله تنميه مشتركه، ده تحديدا مصر قطعت فيه اشواط طويله جدا يعني ما تم الاتفاق عليه في الزياره الاخيره لرئيس الوزراء الاثيوبي هي جزء من تخطيط ولقاءات وبرامج حكوميه مشتركه وتبادل الزيارات بين المسؤولين في اكثر من ملف بهدف تعميق الوجود التعاون المصري. واعتقد وهنشوف ان شاء الله خطوات على الارض الفتره المقبله، مشاريع مشتركه ومشاريع تنمويه مصريه في اثيوبيا الفتره المقبله. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الاستاذ ابراهيم الشهابي مدير مركز الجيل للدراسات الاستراتيجيه، شكرا لحضرتك. وطبعا يعني دايما مصر سياستها الخارجيه في هذا الملف المهم والحيوي والمصيري والاستراتيجي وصفوه زي ما انتم عاوزين هو المفاوضات ثم المفاوضات ثم المفاوضات ولا سبيل غير المفاوضات، بدليل انه في ربما 20 اجتماع او اكثر من 20 اجتماع تم. صحيح ما بيبقاش في نقاط خلافيه كثيره، ما بيبقاش فيها توافق، ولكن مصر لديها سياسه النفس الطويل. نتكلم اكثر في الملف الحيوي ده والمهم ايضا، والزياره طبعا الاولى لابي احمد رئيس وزراء اثيوبيا. معايا برضو على الهاتف الدكتور سعيد اللوندي خبير العلاقات السياسيه الدوليه بالاهرام. دكتور سعيد اهلا بحضرتك، صباح الخير. اهلا بيك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هبدا يمكن من نفس السؤال اللي بدانا به مع الاستاذ ابراهيم الشهابي، انه القسم اللي سمعناه امبارح هل يمكن التعويل عليه بشيء او باخر؟ أنا أعتقد أن هذه أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء أثيوبيا إلى مصر، وكان هناك حفاوة بالغة من كافة الرجال والشخصيات التي التقى بها، لكن بشكل عام لا يجب أبدا اختزال علاقتنا بدولة مهمة مثل أثيوبيا في موضوع سد النهضة. يعني هو أحد الموضوعات التي طرحت بشكل أو بآخر، وتحدث الرئيس السيسي عن يعني أن تكون هناك منطقة صناعية في إثيوبيا، وأن يكون هناك صندوق يشمل يعني مصر وإثيوبيا والسودان أيضا. أعتقد بشكل أو بآخر هناك رغبة أكيدة بأن يكون هناك بدلا من أن يكون هناك تحرش ويعني عدوان هنا هناك، يجب أن يكون هناك شراكة وتعاون وحوار مستمر ومفاوضات كما قلت أنت، لأن كل القضايا العالقة يمكن أن تحل بالحوار وبالنقاشات وبالمفاوضات. وأعتقد أن الرئيس السيسي كان واضحا وصريحا في هذا الأمر، وقد طمأن عدد كبير جدا ممن كانوا يشعرون بحالة من حالات الهلع نتيجة تغير السياسات أو هكذا كانوا يعتقدون. المهم أنه أدرك الجميع أنه لا هناك خوف إطلاقا على مسألة سد النهضة، باعتبار انه يشغل مساحه كبيره جدا من اهتمامات المصريين بشكل عام. كما قال الرئيس السيسي يعني سد يعني مياه النيل تعتبر شريان الحياه في مصر، لكن ايضا لا يجب ان نغفل تماما مساله ان يكون هناك اهتمام باثيوبيا ودول حوض النيل كلها، باعتبار ان النيل مهم جدا بالنسبه لهذه الدول. أعتقد هذا ما تم في هذه الزيارة وأوضحه، وخاصة المؤتمر الصحفي، وكانت كلمات رئيس وزراء إثيوبيا كانت كلمات واضحة وشفافة ومحايدة. نعم. طيب دكتور سعيد، يعني هل نحن في الاجتماعات الماراثونية اللي بتتم على أرض الواقع، وكان كمان في ربما هايلي مريم ديسالين قبل ما يستقيل على طول، كان في اجتماع ثلاثي وشفناهم الرئيس السيسي والرئيس السوداني والرئيس وزراء إثيوبيا لما رفعوا إيديهم وقالوا نحن اتفقنا على كل شيء وما فيش خوف من شيء، هل هنبدأ من الأول تاني؟ هل في الاجتماعات دي هنبدأ من الأول تاني أم أنه هنستكمل ما تم الاتفاق عليه؟ في مثل هذه القضايا لا يمكن ابدا العوده الى نقطه الصفر، ولكن التكمله باعتبار ان هذا يمثل يعني حوارا اساسيا في السياسه الخارجيه الاثيوبيه، ويحتل مساحه كبيره بالنسبه لمصر وايضا السودان.
وأعتقد أن رئيس الوزراء الأسيوبي أدرك هذا وبدأ من حيث انتهى سابقه، ولذلك كانت هذه اللقاءات واضحة وصريحة ومحايدة وبعيدة تماما عن أي تدخل للدول الأخرى تريد إشعال الحرائق. أعتقد أن هذا اللقاء أطفأ أو قطع الطريق على أولئك الذين يشعلون الحرائق هنا وهناك، لأن الشعب المصري يحب الشعب الأسيوبي ويدرك أنه مهم جدا التواصل معه بطرق عديدة، شأنها شأن التجارة، تبادل المصالح بشكل أو آخر، لأن هذا يكشف عن أن هناك نوايا صادقة لدى سوريا ولدى مصر في حل هذه المشكلة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا الدكتور سعيد اللوندي الخبير في العلاقات السياسية الدولية بالأهرام، شكرا جزيلا لك يا فندم. نكمل مع حضراتكم أخبارنا في صباح أون. نجحت قوات الحماية المدنية بالأليوبية في السيطرة على الحريق اللي اندلع فجر النهاردة في كنيسة الأنبا مقار بشبرا الخيمة دون وقوع أي خسائر في الأرواح. أكدت التحريات الأولية أن الحريق شب في أحد المحولات الكهربائية المجاورة للكنيسة ثم امتد إلى أحد السقالات الخشبية المحيطة بالكنيسة الجري إنشائها بالمنطقة ثم امتد إلى باقي المبنى. الحمد لله رب تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة بشكل كامل على الحريق وإخماد النيران دون وقوع أي خسائر بشرية. الرئيس الشيشاني رمضان قديروف رحب بالمنتخب المصري لكرة القدم اللي وصل للعاصمة الشيشانية جروزني، وخاص لاعبو المنتخب أو خادم لاعبو المنتخب المصري مرانهم الأول على ملعب أحمد أرينا في جمهورية الشيشان استعدادا لمواجهة الأوروغواي الجمعة المقبلة. وصل عدد التذاكر المباعة لحضور التدريب ل 5000 تذكرة، والأول مرة كمان بيكتمل المران بحضور 23 لاعب. بعد الفاصل في صباح أون. اللجنة الوطنية للمتاحف والترويج للسياحة. اسكندرية دايما مدينة صالحة وقادرة على إثارة الدهشة والإبداع. المشهد اللي احنا شفناه ده من داخل مقر اليونسكو بباريس وإعلان تتويج وفوز مدينة الإسكندرية باستضافة المؤتمر العالمي للمتاحف 2022، حدث تاريخي وثقافي غير مسبوق، هو الحدث الأول عربيا وإفريقيا. مدينة الإسكندرية هتستضيف هذا المؤتمر بعد فوز وتغلب الإسكندرية على 2 من المدن العالمية ثقافيا، بنتكلم على براغ وأوسلو. حصلت الإسكندرية على 67 صوت، بعد كده أوسلو على حوالي 52 وبراغ 11 صوت. تفوق قوي جدا وراء تخطيط وعمل وإدارة وتناغم ما بين مكتبة الإسكندرية ومحافظة الإسكندرية وكل المؤسسات اللي حاولت أنها تقدم الإسكندرية كما يليق بها، مدينة ثقافية وحضارية يليق بها أنها تستضيف هذا الحدث العالمي اللي هيكون فيه حوالي 4000 خبير وشركة تنظيم معارض في 2022 في مجال تسويق المتاحف. الحدث ده اتصنع ازاي؟ هنعرف النهارده في الفقره دي ازاي وصلنا للحظه دي. جهد كبير جدا، عمل وتناغم مستمر ومتواصل مع دكتور خالد عزب رئيس اللجنه الوطنيه المصريه للمتاحف، ويعني من الناس اللي حطوا كده على كتفهم عبء وصول الملف الى اليونسكو. صباح الخير ونبارك لحضرتك اولا ونبارك لكل المصريين، حدث مهم. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا عايزين نعرف
بيقال انه كان ملف الاسكندرية قوي وتم طرحه هناك ولقى اعجاب من الصين وباكستان والاكوادور ودول كتيرة. بيقال انه الشباب كانوا ساهموا بشكل كبير جدا في الاعداد لهذا الملف ايضا بلمستهم. بيقال ان محافظ الاسكندرية كان هناك في اليونسكو ده ادى قوة دفع. بيقال وبيقال وبيقال. النجاح ده بتهدوه لمين وايه سببه؟ النجاح ده احنا بنهديه لكل الاجيال الجديده في مصر. لان احنا في اعاده تشكيل اللجنه الوطنيه للمتاحف بدءا من 2011 الى النهارده طرحنا رؤيه ان تاخذ اللجنه صيغه مؤسسيه في العمل. وتبلورت هذه القصه بدءا من 2016 بصوره واضحه. في 2016 اللجنه خدت قرار ان احنا هنخوض هذه المنافسات. فبالتالي لما راح لوفد اللجنه في مؤتمر مجلس دولي المتاحف في ميلانو الدولي وده كان المؤتمر السابق احنا درسنا كل التفاصيل. لم نترك شريده ولا ورده في ميلانو الا ودرست عدد القاعات، جمهور، الحركه، فنادق، النقل الداخلي وغيرها من الاشياء. ثم كان تعاون اللجنه اليابانيه اللي هتستضيف الحدث في 2019 في كيوتو معانا عامل مساعد على ان احنا ننجز الملف بالكيفيه المطلوبه. لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا في هذا الملف، هذا المكلف لم نكلف فيه الدوله اي مليم. صحيح. على وجه الاطلاق. براغو اوسلو حصلوا كل واحده تقريبا على ما يزيد عن 1.5 مليون مليون يورو. من الحكومات. من الحكومات لتمويل عمليه الملف فقط. واستعانوا بشركات اظن علاقات عامه. شركات علاقات عامه وشركات عملت دراسات الجدوى الاقتصاديه وشركات عملت دراسات الدعايه وشركات عملت التسويق وشركات متعلقه بالهوستنج بالفاسيلتيز جوه المدينه نفسها. لكن احنا اشتغلنا كلنا بجهود ذاتيه وكنا متحرجين ان احنا نطلب اموال خوفا من الفشل. من النهايه اللجنه استعانت بعدد كبير من الشباب في اسكندريه. صحيح. كان اطرف ما في الاشياء مثلا ان احنا قبل الانتخابات باسبوعين كنا في حاجه ماسه لدعايه انفوجراف عن اسكندريه عشان نواجه المدينتين في منافسه دعايه شرسه على مستوى العالم. صحيح. فانجزونا مجموعه من الشباب بانفوجراف رائع جدا جذب الانتباه لان هم كانوا خارج نطاق تفكير الشركات اللي صممت للمدينتين. يا سلام. طبعا يعني هو انت بتاخدي شاب متخرج من فنون جميله او شاب غاوي وعنده كرياتيفيتي ابداع. فبالتالي احنا الانفوجراف بتاعنا تفوق على الانفوجراف بتاع اوسلو. براغو ده بيعترف الجماعه بتاع اوسلو. اوسلو على فكره من افضل مدن في النرويجيين من افضل الناس في العالم في الجرافيك ديزاين. وبيعملوا شغل هايل. هو اعترف لي قال لي الفكر النوعيه دي يعني غير تقليديه يعني مش متبعه قوي في الشغل بتاع الاحترافي. هو على ان الشباب بيفكر هم كانوا بيتعاملوا مع المدينه بحب. هي ميزه الملف بتاع اسكندريه ان كل اللي ساهموا في هذا الملف تعاملوا معاه برغبه ان هو ينجح مش بتكليف. مش بتكليف. وده بان في الفيلم حتى الترويجي وحاجات كلها والفيلم تفاصيل. الترويجي حتى من انتاج شباب من اسكندريه. يعني الفيلم لو انا دورت على شركه انتاج تنتج لي فيلم اعرضه في اليونسكو عشان داخل بيه باسكندريه منافسه دوليه مش هتاخد على الاقل مليون جنيه. اقل ما في الموضوع. انما الفيلم لم يكلفنا مليم. والله يعني شراء يعني تحيه بجد لكل حد وكل يعني شاب واقف. افتكر ان في لقائي مع احد اعضاء فريق فيلم المستشار مؤمن الشناوي بيقول لي انت اخترت الفيلم ده ليه؟ لان قلت له هو الفيلم كان منتج بصوره او باخرى قبل ما انا اختاره. انا اتفرجت على افلام كتير عشان اختار واحد منهم. قلت له لان الفيلم ده بيعالج قضيه اساسيه وان انا عارف ان الهجوم الاساسي هيبقى عليا من الدول الغربيه هي فكره الامن. فلما يبقى عندي فيلم بيركز على الحركه داخل المدينه الصبح بالليل بالنهار بيبين المدينه من السماء وبيكشف تنوع المدينه والحرف فيها وكل حاجه فيها مدينه امنه مدينه امنه. ده كويس جدا. كان عندي زملائي معترضين قالوا عايزين نطلع المتاحف ونطلع مكتبة اسكندريه. قلت لهم لا انا بعالج قصور. انا عايز الحياه بالظبط. مدينه ديناميكيه قويه فيها حياه فيها مطاعم فيها سمك فيها فول وطعميه. كل ده احنا ابرزناه لان انت بتخاطبي شخص عايز يجي يزورك. صحيح. انما هو عارف متاحفك كويس. طب صحيح. في النقطة دي ممكن حد بيتفرج علينا دلوقتي يقول لك أنا مش عارف يعني إيه مؤتمر دولي للمتاحف 2022، يعني عايزين نبسط حتى للسادة المشاهدين أهمية الحدث ده إيه؟ الحدث ده بتتصارع عليه كبريات المدن مرة كل 3 سنين. أيوة. على مستوى العالم كله، لأنه بيعمل نقلة نوعية في المدينة.
بينقلها من كاتيجري سياحي الى كاتيجري اعلى بكتير. كل 3 سنين بيقوم كل 3 سنين وبيخلي متاحف العالم كلها تعمل دعايه للمدينه على مستوى العالم، المتاحف الكبيره لمده 4 سنوات. يعني انا من بدا من النهارده كل متاحف العالم ملزمه في كل انشطتها انها تحط بوستر ولوجو اسكندريه. جميل. وتعمل محاضرات عن اسكندريه. حلو قوي. لجمهورها. وهي ملزمه ان انا الزمها، وانا من حق ان انا الزمها دلوقتي انها تعمل برنامج معايا. ملزمه وتصرف عليه، يعني اذا كنت انا هصرف من هنا ل 22 مبالغ، فكم الدعايه اللي هتحصل لمدينه اسكندريه اضخم مما اي حد ممكن يتخيل. فان من لحظه اعلان اسكندريه، اسكندريه اتحط على خريطه السياحه الدوليه. صحيح. اسكندريه مدينه للسياحه المحليه من الان، اسكندريه على خريطه المؤتمرات الدوليه. يتبقى على وزاره السياحه وشركات السياحه المصريه ان تستغل ذلك لمصلحتها. يعني احنا قدمنا، احنا في اللحظه التي اعلن فيها الخبر كل وكالات الانباء الدوليه خدته فور فري. يعني انت عملت دعايه، لو قعدت سنين تعمل عليها شغل مش هترجع. النقطه الاساسيه في هذا الموضوع ان انا بكونت مقاصد سياحيه جديده قدرت اسوقها. صحيح. يعني انا عملت دلوقتي اسكندريه رشيد، اسكندريه فوق، اسكندريه العلمين، كاني بعمل ما يوازي الاقصر اسوان. فخلقنا مقاصد سياحيه جديده. الاهم من ذلك ان احنا كنا حريصين على الترويج للحرف التقليديه المصريه اللي هي تعمل انكم للحرفيين التقليديين المصريين، واللي هي اصبحت في نفس الوقت صناعات مهدده داخل مصر. احنا عندنا صناعات حرف تقليديه بتندثر. صحيح صحيح. بتختفي. يعني صناعه الحصير للاسف الشديد ممارستها في مصر بدات تختفي، صناعه التولي حتى بدات تختفي. حاجات كتير حاجات كتير بدات تختفي. فانت كمان هتعمل استثمارات داخل مدينه اسكندريه، هتعمل ترويج للحياه في اسكندريه، انت بتعيد الروح لمدينه اسكندريه، وبتجهز اسكندريه بدءا من هذا المؤتمر ان تكون مدينه للمؤتمرات الدوليه الكبرى. انت عارف حضرتك 4000 واحد هيشاركوا في هذا المؤتمر، دول شخصيات ما بين مدراء متاحف كبيره، مدراء شركات كبيره سياحيه، مدراء شركات متخصصه في العروض والمعارض، مدراء خبراء دوليين في مجال السياحه والتراث والمتاحف. يعني هيتعرض ايه في المتحف ده يا دكتور خالد؟ يعني لما اللي هيروح في المؤتمر بالظبط. المؤتمر عباره عن مؤتمر ضخم جواه 30 مؤتمر. لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، تخيلي ان مدير بريتش ميوزيوم متحف بريطاني جاي يزور اسكندريه ويعرض ويقدم تقرير عن المتحف البريطاني وانجازاته في السنوات السابقه. وهو بيزور اسكندريه مع هؤلاء الناس، انت بتعملي ترويج لهذه المدينة. صحيح. فأنت بتفتحي محلات ومطاعم هياكلوا عيش، سواقين تاكسي هياكلوا عيش، بياعين على الرصيف هياكلوا عيش. احنا فتحنا ترويج اقتصادي لمدينة اسكندرية غير مسبوق من طبقة تستطيع الصرف. يعني انت مش جايبة ناس هتصرفي عليهم، انت جايبة طبقة تستطيع انها تضخ اموال داخل المدينة. يترتب على ذلك ان انا هيبقى لي قدره على ان انا استضيف مؤتمرات اكبر في الفترات القادمه. سياحه المؤتمرات ال 4000 فرد دول يوازوا بالظبط، احنا حاسبينها كالكوليشن باسرهم بالافراد اللي هيجوا معاهم، 125000 ليله سياحيه في ضربه واحده. هو بيبقى يوم واحد بس يا دكتور؟ 7 ايام. 7 ايام. هذا مؤتمر اضخم مؤتمر ريليتد لليونسكو. 7 ايام متتاليين. بقول لك حضرتك 4000 واحد هيشاركوا في مؤتمر تحتيه 30 مؤتمر متخصص لمده اسبوع كاملين قاعدين في اسكندريه بياكلوا ويشربوا. فانت عندك 125000 ليله سياحيه. كمان ده رقم كل مدن العالم بتتقاتل عليه. بالظبط. وده كمان زي ما حضرتك قلت من شويه، المفروض نفتح الباب هنا وتبتدي شركات السياحه تعمل برامج وتسوق لهذا الحدث، لان ده مهم جدا الشغل عليه الفتره اللي جايه. انا اللي لفت انتباهي في المناقشات هي فكره الكومبليشن اللي احنا عملناه واللي كان ملفت للعالم. يعني مش معقول انا عندي اسكندريه رشيد والمسافه بينهم قصيره جدا. يعني المسافه من اسكندريه رشيد ساعه بالعربيه. رشيد فيها قلعه قايتباي وفيها فيها بيوت اثريه، هي مدينه تراثيه عظيمه. والى الان ما فيش برنامج سياحي يجمع ما بين الاثنين. يعني طول الوقت احنا عازلين اسكندريه، مراكب بتنزل او رحلات سريعه، لكن ما فيش تركيز ان عندي اسكندريه رشيد او عندي اسكندريه فوق او عندي اسكندريه العلمين او عند اسكندريه سياحه الصحراء او عند اسكندريه يعني هذا المربع في السياحه المصريه مش موجود على خريطه السياحه. هيكتشف من طيب. جديد. دكتور خالد، طبعا الاسكندريه زي ما قلت حضرتك دلوقتي مرتبطه يمكن سياحيا ومكانيا باماكن ثانيه جميله اثريه، ولكن على غرار اوسلو عاصمه النرويج وبراج عاصمه التشيك، ليه ما كانتش القاهره هي العاصمه مصر؟ بص يا فندم،
نفسها يعني. انا مع تقديري لمدينه القاهره فيها كل الامكانيات وكانت اسهل لي في اعداد الملف. لكن انا لدي مؤسسه كبرى اسمها مكتبه اسكندريه عندها الخبره كبيره في تنظيم المؤتمرات طوال سنوات كبيره. ما جالهاش مؤتمر بالحجم ده. عندها خبرات وامكانيات ضخمه جدا في قاعه مؤتمرات. عندي جامعه اسكندريه في الطرف الاخر من المكتبه. وده واحد من اسباب نجاحنا. ان الجامعه بتعمل مع المكتبه مقابله للمكتبه على طول. عندي ان انا الناس تقدر تمشي من الفنادق للمكان المؤتمر. مش محتاجه وسائل نقل مواصلات. عندي جمهور بيحب مدينته بيتفاعل معاه. وبعدين عمر المدن ما كسبت في المسابقه دي العواصم. العواصم دايما قرفت العواصم. دخلتوا قبل كده بالقاهره؟ لا ما دخلتوش. انا فكرت في القاهره للامان يعني جرى تفكير ان الحدث هيتواكب مع افتتاح المتحف الكبير مثلا 2022. بس انا في تتبعي للمدن اللي فازت دائما العواصم حظها منحوس في هذه المسابقه. ليه؟ يعني هي ليها سبب سيكولوجي عند بتوع المتاحف وعند الناس اللي بيقيموا. ان بيقول لك العاصمه دائما تستحوذ على كل شيء. اكتشاف جديد بس اكتشاف. فانا بعمل نوع من انواع التنميه او التنميه المنطقه او لمدينه او بعيد الرونق لمدينه او بأحيي مدينه. فده جزء من تفكير الناس اللي بتصوت دايما. يعني ما يجي يصوت لعاصمه يحس يقول لك عاصمه قتلت بحثا عايز تقول قتلت بحثا يعني خدت كل الفرص فيها التركيز فيها كل حاجه. فنفسيا المصوتين دايما في الايكوم الدولي في المجلس الدولي للمتاحف لا يفضلوا العواصم. فعشان كده انا تراجعت عن فكره القاهره مع اللجنه. ما بتنجحش. يعني ما كانتش القاهره لو القاهره قصاد اسلو وبراغ ما كانتش هتاخد نفس الفرصه. النقطه الثانيه الاهم ان انا داخل بتكلم ناو ايام افريكا. يعني حتى في الخطبه اللي انا قلتها في اليونسكو قلت this conference host several times in Europe now it's time for Africa. كويس. فانا عندي اللجان الافريقيه هتصوت لي بس انا محتاج اعمل اختراق للجان الاوروبيه. اسكندريه مدينه لها طابع اوروبي ومحببه عند الاوروبيين اكتر من القاهره. وبيعتبروها الطلاينه واليونان والقبرصه جزء من التراث الاوروبي. فانا بفكر في التصويت. القاهرة ما كانتش هتديني أصوات إيطاليا ولا اليونان ولا أوبروس. فعلا في دول أوروبية صوتت لكم؟ إيطاليا اليونان أوبروس فرنسا أسبانيا هولندا. طب والله ما الفضل لهم مين طيب؟ كويس؟ الخمس دول من أوروبا صوتوا لنا نتيجة اقتناعهم بأن لازم اسكندرية تاخد الفرصة وأن اسكندرية أحق. لو أنا اخترت القاهرة اليونان ما كانتش هتصوت لي ولو اشترت القاهره ايطاليا ما كانتش هتصوت لي ولو اشترت القاهره قبرص ما كانتش هتصوت لي. انا بتكلم بصراحه التفكير في من سيصوت لي. صحيح. حتى المزاج الاقرب يا فندم عفوا المقاطعه اللي حضرتك قلت من بس نقطه مهمه جدا فكره الحوض البحر المتوسط مزاج الاقرب للقبرصه واليونانيين هي الاسكندريه وكرواتيا. كانت المفاجاه ان كرواتيا اكثر من العاصمه كرواتيا عشان متبنيه الفنار ضمن تراثها. رئيس المصوت الكرواتي قال لي انتوا اكيد درستوا الملف كويس لان انا هصوت الاسكندريه عشان الفنار اسكندريه. يعني في مزاج عام اوروبي ميال ناحيه اسكندريه اكتر من القاهره. يعني كنت القاهره كانت هتخسر للامانه. طب انا عايز بس ارجع برضو للحظه النجاح لان هي لحظه زي ما حضرتك اختصرتها هي لحظه طويله جدا وفي لحظه فيها شغل كبير صعبه جدا جدا واديت الشباب عايز اقول لك ان دمنا نشف بالظبط لغايه ساعه التصويت لغايه ما ان اسكندريه هي اللي فازت. عايز اتوقف شويه عند حركة اديت حق الشباب اللي عملوا الفريق اللي كان موجود المتطوع. لكن في كمان تناغم حصل ما بين محافظه اسكندريه لان الوفد كان في وفد جه زار في وفد جه عمل انفستيجيشن عمل تفتيش على اسكندريه. ليه؟ لان هو بيتاكد وجامعه اسكندريه يا فندم يعني عايزين نلقي هو الوفد جه طبعا من ضمن هو عاملين زي كاس العالم على فكره. هي نفس يجي يزور يشوف المنشات هو جه عشان يتفقد مدينه اسكندريه. طبعا انا ما اكذبش على حضرتك انا قلبي وقع في رجلي لان اولا اسلوب رغلة دايما من الامكانيات ضخمه جدا. وكان مطلوب ان احنا كل كلمه كتبناها في الملف يظهر انها صادقه تترجم للارض الواقع موجوده على الارض. فجاء الملف جم الوفد الاول ذهلوا بما راوه في مكتبه اسكندريه. It is world wide standard على المستوى العالمي. ما بتقلش عن اي مكان في العالم. تمام. ثم ذهلوا اكثر من جامعه اسكندريه ان انا معايا شريك اسمه الجامعه. كانت اول مره في تاريخ مؤتمرات مجلس الدوله المتاحف لجنه وطنيه تختار جامعه كشريك.
وللأمانة الشديدة الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة اسكندرية كده قال لي كل إمكانيات جامعة اسكندرية محطوطة تحت أمركم لنجاح هذا الحدث. ودي شيء أنا بشكره عليه بشدة، لأن طبعا إداني زخم أكتر. ثم الأكثر إذهالا كان محافظ اسكندرية الدكتور محمد سلطان، حينما رحت له عشان يقابل الوفد قرر أنه مثلا أول شيء هيعمل لهم عشاء في فندق في أعلى طبق في اسكندرية عشان يفرقهم المدينة من فوق. ثم تم ترتيب مؤتمر سياحي في فندق الفلسطين في المنتزه عشان يفرقهم القصف ويفرقهم المنتزه غصب عنهم. يعني هم كانوا رافضين، الخلفية موجودة، الخلفية موجودة. تاني يوم رحنا المنتزه مع المحافظ، ده مفتاح المدينة، وكان ردوده على الوفد وعلى كل التفاصيل ردود مقنعة، وكان واضح ان عنده رؤية استراتيجية لتطوير اسكندرية لغاية 22. فكان مقنع لدرجة ان السيدة الألمانية اللي كانت في الوفد قالت لي is government، يعني هذا العمدة يعني لا يقل في مستوى تفكيره وأدائه عن أي عمدة عندنا في مدينة ألمانية. والله جميل. ما شاء الله. ودي واحدة من الحاجات اللي حتى كانت واضحة في التقرير، يعني كانت واضحة بشدة ان تقرير اللجنة قالوا ان في سبورت ضخم من محافظ اسكندرية. وكان حضر بنفسه في اليونسكو صح؟ كان مسافر موجود. بنفسه موجود. انا لغايه اخر لحظه كنت تقل للموضوع يعني. لما ليه؟ لان اكبر غلطه ارتكبناها في كتير جدا من الملفات اللي مصر بتعدها وبتقدم بيها وبتخسر بسببها ايه؟ ان احنا دايما بنفكر في الوزاره المختصه هي اللي تقدم. بينما المدينه صحيح هي الاهم، لان المدينه هي التي ستستضيف الحدث، اللي هتقدم الخدمات وهتقدم الخدمات، والناس دول نازلين ضيوف عند محافظ المدينه وعمدة المدينه، مش نازلين عند الوزاره المختصه. فبالتالي الوزاره المختصه هنا ده شيء هامشي. يعني لما اجي احد اسباب صفر صفر كاس العالم الشهير، ان انا جبت الملف بطريقه او باخرى، انه ما قدموش خطابات من محافظين القاهره والاسماعيليه والاسكندريه وبورسعيد ضمن الملف. فبالتالي ما فيش سبورت من المدينه اللي هتستضيف، مفيش دعم، وزاره بس، اكتفوا بالوزاره. بينما انا المحافظ لما انا وفوجئت المحافظ واخد دورات تدريبيه في القصه دي، متفاهم فكره ان المدينه هي المستضيف، فهو كان اكثر تفاعلا واكثر استجابه معايا في اعداد الملف. ثم في السفر لباريس، لان وجوده كان معناه ان الاسكندريه ترحب بكل قوتها لاستضافه هذا المؤتمر. طيب دكتور خالد عزب، حضرتك أكتر من مرة الحقيقة ذكرت اللجنة المصرية للمتاحف أو اللجنة الوطنية للمتاحف، فكرنا خططنا قلنا كذا لا ما قلناش كذا، عايزين نلقي الضوء أكتر، إيه هي اللجنة الوطنية للمتاحف؟ متخصصين في إيه؟ أو إيه يعني سيستم عملكم يوميا بيبقى عامل إزاي؟ والله اللجنة دي هي لجنة من مجموعة من المتطوعين وهم خبراء المتاحف في مصر، والمتاحف المصرية عضو معانا، يعني اللجنة شقين، أشطر خبراء المتاحف المصريين المعترف بهم من قبل المجلس الدولي للمتاحف كخبراء متاحف، ثم المتاحف المصرية بوصفها المؤسسات التي لديها المتاحف، متحف بشخص كمؤسسة، بتتشكل لجنة من الاثنين دول. وهي لجنة تطوعية. لا عايز أفهم يعني إيه تطوعية دي؟ يعني ما حدش منا بياخد فلوس. لا والله خالص. أنتوا مش تابعين لوزارة الآثار؟ لا احنا نتبع المجلس الدولي للمتاحف في باريس. لا مستقلة. مستقلة. مفيش لا نتبع وزارة الآثار ولا نتبع الدولة. احنا لجنة نتبع المجلس الدولي للمتاحف تمثل خبراء مصر في المتاحف. طب دي معلومة رائعة يعني. ومصر دولة مؤسسة للمجلس الدولي للمتاحف سنة 1946. صحيح صح. واحنا بنجري انتخابات بيننا كل 3 سنوات لاختيار رئيس اللجنة والمكتب التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة. وبنمنح جوائز سنوية للأفضل الممارسات المتحفية في مصر. وما احناش لجنه مصريه فقط، احنا لجنه اقليميه، لان احنا بيتبعنا عدد بتكليف من المجلس الدولي للمتاحف، بيتبعنا عدد من الدول العربيه والافريقيه التي ليس لديها مجالس متاحف. فانا مثلا امثل السودان واليمن على سبيل المثال. وحاليا المجلس الدولي للمتاحف هيعهد لينا بتاسيس عدد من اللجان الوطنيه للمتاحف في بعض الدول العربيه، واحنا دلوقتي بنساعد العراق على تكوين لجنه للمتاحف. في جهد كبير على مستوى المتاحف. طب والله رائع يعني. يعني ما احناش ما احناش موظفين. طب طلع، طب ما انا كنت لسه اقول طلع ان العمل التطوعي بيؤتي بثماره اكتر من العمل الرسمي. لا اصل الموضوع كله، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، عيب قوي ان كانت مصر تؤسس مجلس الدولي للمتاحف من 46 لغايه دلوقتي وما تستضيفش مؤتمر مجلس الدولي للمتاحف. صحيح.
يعني. طب عايز اسالك اخر سؤال حتى نستثمر هذا الحدث الابرز والمهم 2022 الاستثمار الامثل، علينا ان نفعل ايه في نقاط سريعه؟ يعني اول شيء لازم وزاره السياحه تنضم الينا، وزاره السياحه لم تنضم الينا الى الان. واحد. نمره اثنين، احنا حاليا بنرتب مع الدكتور مصطفى الفي مدير مكتبه اسكندريه والدكتور محمد سلطان الخطوات القادمه. تمام. ومع الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعه. احنا هنبتدي نطالب الدوله انها تسرع بخطوات الانفراستراكشر الجديده في اسكندريه. الدوله كانت عاطيه وعد انها تبني مطار جديد، تطور مطار برج العرب عشان يستوعب 4 مليون مواطن، 4 مليون سائح في السنه. تمام. لازم نسرع مشروع المترو الكهربائي في مدينه اسكندريه. قوات المسلحه حاليا قربت تنتهي او قررت انها تسرع من بناء فندق ضخم تبنيه في سيدي جابر في اسكندريه 1200 غرفه. تمام. انا هنعمل بلان او خطه لمده 4 سنوات جايه للدعايه لاسكندريه في كل مدن العالم. ده حقنا دلوقتي. صحيح. وبالتالي هنوفد وفود لكل دول العالم عشان خاطر يروحوا يتكلموا عن مدينه اسكندريه. جميل. نبتدي نبني برامج سياحيه جديده مع بعض شركات السياحه. انا عندنا عايز اقول لك، سيبك من شركات سياحه مصريه الى الان، انا عندي شركات سياحه دوليه الى الان بتخاطبنا تطالب بانشاء برنامج اسكندريه رشيد. جميل. ان شاء الله ده يحصل، ونتمنى ده يحصل ان شاء الله الفتره اللي جايه. بحيي حضرتك وبحيي كل من وقف في هذا الملف حتى يتم اختيار اسكندريه لاستضافه مؤتمر الدولي للمتاحف 2022. جهد مقدر ومشكور، وبجد يعني المصريين كلهم بيحيوا كل واحد تعب اشتغل. انا بحيي كل واحد اشتغل معانا ولم ينتظر منا اي شيء. صح. طبعا ده اسهل حاجه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه كمان. انا في بعضهم لم اقابله اصلا. اصلا يعني اشتغل لمجرد ان هم عايزين يعملوا حاجه. لا رائع. واضح صحيح. الجمال والنجاح. ودكتور خالد عزب احنا بنشكر حضرتك رئيس اللجنه الوطنيه المصريه للمتاحف، وافدتني بصراحه بجد يعني، كان لقاء مثمر. شكرا ليك يا دكتور خالد، نورتنا. شكرا دكتور خالد عزب. شكرا حضرتك. لسه معاكم مشاهدينا الكرام، وبعد الفاصل امتحانات الثانويه العامه. بصي، هو الامتحان كويس تمام بالنسبه للسنه اللي فاتت، هو امتحان اسهل بكتير يعني، بس في طبعا اكيد طبعا تكات في اي امتحان، وربنا يستر بقى. 19 مساله في ساعتين، وكل حتى اختر مليان حل طريقه خطوات، يعني يا اما هيخلوا الامتحان 3 ساعات يا اما بقى يقللوا عدد الاسئله. حرام كده وربنا حرام. الاجمالي لا، الاجمالي الامتحان كان كويس. هو طويل، هو طويل، لكن هو بصراحه كاجمالي مش يعني في كام تكه طبيعي اللي هو امتحان ثانويه عامه، لكن مش لدرجه الاوفر يعني بصراحه، لكن هو امتحان كاجمالي كويس يعني الحمد لله. مستوى الطالب المتوسط، هو ده مستوى الطالب المتوسط اللي بيقولوا عليه. طويل قوي، مفيش وقت للمراجعه، ودي اكتر حاجه بتضايقنا يعني، مفيش مراجعه فاكيد يبقى في اخطاء. حالة من الاستنفار مش بيعيشها بس الطلبة وأولياء الأمور، ولكن الدولة كمان يعني، في تأمين على اللجان وفي تأمين على الامتحانات وعلى الورق. حالة من الاستنفار كأننا كما لو كنا في حرب، خلينا نقول يعني، لما بنتفرج على دكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة ونشوف يعني كمية العمد والنية المبيتة والرصد والترصد لأنه يبقى فيه تسريب امتحانات ويبقى فيه غش في الامتحانات، ثقافة جديدة بصراحة مش موجودة قبل كده يعني، يدوب لسه من بعد 2011 أو 2012. ايه السبب او ايه الهدف منها او مين المستفيد يعني؟ مثلا صحيح الدوله بتقوم بكل مجهوداتها والبوكلت وبقى فيه غش اقل او بقى فيه تسريب اقل، لكن التسريب الغريب اللي بيحصل دلوقتي هو التسريب اللي بيحصل بعد الامتحان ب 15 دقيقه. نسمع ان في طالب سرب الامتحان. طب ليه؟ ما هو الطلبه كلهم قاعدين في اللجنه اوريدي وبيمتحنوا اوريدي، شافوا الامتحان. مش فاهمه ايه الهدف من وجود تسريبات بعد الامتحانات ب 15 او بدء الامتحان ب 15 دقيقه، وكميه صفحات الغش الالكتروني اللي بيتم غلقها من الحين للاخر، مره نسمع 10 ومره 12 وما بينتهوش. ثقافة غريبة، وامتحانات الثانوية العامة أصبحت حالة خلينا نقول بين قوسين حالة حرب ما بين الدولة ما بين الطرف الثاني اللي احنا مش فاهمينه ومش عارفينه ده. دكتور حسن شحاتة الخبير التربوي معانا النهارده نتكلم عن اجواء الثانويه العامه. هي باديه يوم الاحد، مش امبارح، يوم الاحد اللي فات، وهتنتهي ان شاء الله اعتقد اخر يوليو. ف
في وسطها العيد. بصبح عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الفل. صباح الخير يا فندم. كل البيوت المصريه والاسر المصريه بتتابع ومفيش حد مفيش عنده حد في ثانويه عامه، فامتحانات ابتدت وماشيين فيها. حضرتك ليك شايف ازاي مع بدء العمليه الامتحانيه حتى الان، نظام الامتحانات نفسه بالتطويرات اللي طرقت عليه، لانه في شغل حصل وفي تغيير حصل وفي شكل امتحان والامتحان، الى اي مدى ده يا فندم خفف شويه من الصوره النمطيه لبعبع الثانويه العامه في البيوت المصريه؟ طب خلينا الاول نهني 659 الف بيت مصري ولادهم وبناتهم في الثانويه العامه، وخلينا نشكر وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي، لان اول انا بقالي 50 سنه في التعليم اول مره اجد وزير للتربيه والتعليم لا يتدخل ولا يصرح ولا يعلق ولا لي اي يعني ولا لي اي تداخل في الامتحان، ترك الامتحان للدكتور رضا حجازي اللي هو المدير العام الرئيس العام للامتحانات. الدوله مستنفرة ليه؟ ده مستقبل مصر، دول شباب مصر، دول اللي هيخشوا الجامعة، دول اللي هيحكموا مصر في كل مواقع العمل بعد كده. القضية الأساسية إن زي ما حضرتك قلتي إن الجديد اللي حدث من ثلاث سنوات تقريبا إن الرئيس قال إن التعليم والثانوية العامة بالذات لابد أن تتحقق لها العدالة الاجتماعية، وبعدين الغش والتسريب ده إهانة لهيبة الدولة ولنظام الدولة، فليس من حق أي إنسان كائن من كان إن هو يشارك في هذه الجريمة، وإن عشان حق العدالة الاجتماعية تبقى القدرة العقلية وحدها هي التي تصعد بالمتعلم من مرحلة تعليمها قبل الجامعة إلى مرحلة الجامعة. يعني خلينا نتكلم بصراحة، يعني بعض أولياء الأمور للأسف للأسف الشديد بيعتبروا ان الغش ده حق. صحيح للأسف حق. ثقافة اتقلبت. يعني دي ثقافة مرضية وليس ثقافة دولة متحضرة، ان الغش نتيجة للعصور السابقة ونتيجة للإهمال اللي موجود ونتيجة للفساد المستشري في الدولة أدى إلى أن أولياء الأمور يعتبروا ان الغش ده حق ويشجعوا أولادهم على الغش، ويزعلوا جدا ان اللجنه المراقب والملاحظ كان متشدد. كان متشدد. يقول له ما عندكش اولاد يعني. ما عندكش متشدد. حرام عليك يا. مع ان القضيه خلينا نحطها في حجمها الطبيعي، القضيه بسيطه جدا. احنا حطينا الاسئله اللي موجوده في الامتحان للثانويه العامه ده خدوها من البوكلت. الاسئله دي بقول للساده اولياء الامور وللطلبه المنزعجين على الفاضي ان الاسئله اللي وضعها امتحان الثانويه العامه هم اللي وضعوا البوكلت، والوزاره حطت خمس نماذج او اكتر على الموقع بتاعها ممكن ان هم يحلوه. الامتحان ما بيقيس التفكير، ده بيقيس القدره على الحفظ والاستظهار لغايه دلوقتي حتى مع سؤال البوكلت بسيط 15%. السؤال ده بقى اللي هو مميز يعني ايه؟ يعني اصل امتحان الثانويه العامه مش للنقل او للتمرير، امتحان الثانويه العامه ده للفرز. الفرز اشوف مستوى الافرج العاديين واللي اقل من العاديين واللي فوق العاديين. الجامعه للمتفوقين وليس للطلبه العاديين، بدليل ان الطلبه التفوق الوهمي اللي احنا عايشين فيه اللي بينجحوا في الثانويه العامه بفوق ال 95% بيرسبوا في الطب وفي الهندسه وفي الصيدله في الاعدادي، مرحله الاعدادي طب وصيدله وهندسه، دول الاوائل اللي بيسقطوا، دليل على ان هم عادات الاستذكار عندهم الحفظ والاستظهار وليس اللي هو مثلث التخلف اللي احنا عايشين فيه. حفظ القاء من المعلم، حفظ من المتعلم، استرجاع في الامتحان. الطالب فين؟ تفكيره، ابداع رايه، تفسير، تعليل، لا وجود له. المثلث الدكتور طارق شوقي وان التعليم في عصر السيسي الان، وانا بقولها بعد 50 سنه كاستاذ في كليه التربيه في جامعه عين شمس ومشترك مع كثير من الوزراء من اول مصطفى كمال حلمي الله يرحمه لغايه الدكتور طارق شوقي، بقول ان الرئيس السيسي تحمل تبع تطوير التعليم. سيكتب التاريخ في يوم من الايام ان في هذا العصر تم احداث ثوره في التعليم المصري عن طريق استخدام الانترنت، التابلت،
عن طريق استخدام بنك المعرفة، أكبر بنك مكتبة المعلومات في العالم، عن طريق إن الكتاب المدرسي وداعاً ليه، الكتاب الخارجي، السناتر، الحفظ والاستظهار، أصبح ثلاثية المستقبل نتعلم، نفكر، نبدع. الناس صور بعض المستفيدين سواء كانوا في مجلس الشعب، في لجنة التعليم، أو خارج مجلس الشعب، مستفيدين، عندهم مدارس خاصة أو أجنبية، بعضهم عاوز يبقى وزراء، احنا عندنا وزير واحد، وإن شاء الله الدكتور طارق شوقي سيستكمل المسيرة، والدكتور خالد عبد الغفار سيستكمل المسيرة، وباقين إن شاء الله، فكل واحد يعني يعمل في إطار عمله، مفيش داعي يتطلع إن عاوز يحط نفسه على كرسي الوزارة ووزير. دكتور حسن معلش فهمنا، هو النظام التعليم ان شاء الله احنا مستنيين طبعا في الاربع سنين الجايه كتير تطوير من التعليم من السنه الجايه، صحيح صحيح، من السنه الجايه. هو يعني ليه هم خايفين او ليه هم هيخسروا ايه؟ انا اقول لحضرتك، هو النظام القائم الان المعلم بيلقي، المتعلم بيحفظ، الامتحان بيسترجع. طيب. في هذه المنظومه في كتب خارجيه اللي بتستفيد من كتب الوزاره، كتب الوزاره بتتكلف 2 مليار جنيه سنويا، بتتحط في صندوق الزباله، بيجيب الاولياء الامور يجيبوا الكتب الخارجيه لانها قائمه على ثقافه السندوتشات، التيك اواي سين جيم سين جيم سين جيم، وده الامتحان البوكليت وامتحان المتخلف اللي احنا بنمتحنه الان. فدول اصحاب الكتب الخارجيه دول اللي بيكسبوا مليارات كل سنه في الشهر الاولاني، وما يدوش للدوله حق الانتفاع بالكتاب المدرسي. اما جاء الدكتور احمد زكي بدر ربنا يديله الصحة كوزير التربية والتعليم، وقال فين حق الانتفاع بالكتاب؟ لأنه بياخدوا أسئلة بتاعتنا يحلوها. فأنت بتديهم يعني بدل ما الطالب يفكر ويبدي رأيه ويفسر ويعل وينقد ويميز، لا أنت بتقولي له كل بياخد يعني بياخد المعلومات جاهزة يحفظها ويستظهرها. هذه فئة اللي هي بتاعت أصحاب الكتب الخارجية اللي هم بتوع المطابع، شارع الفجالة. وشارع الفجاله وما ادراك ما شارع الفجاله، ده مثلث التخلف وده الغباء اللي موجود في مصر، اللي بيصنع التعليم المبرمج والتعليم الالي والتعليم اللي ما بيفكرش. الفئه الثانيه اصحاب السناتر، وما اكثرهم في كل مكان، واصحاب الدروس الخصوصيه واصحاب المدارس الخاصه، ودول اللي هم عليه القوم، اللي هم قاعدين اصحاب الاصوات العاليه، جماعات الضغط الاجتماعي. انت يا استاذه في هذا المجتمع في جماعات ضغط اجتماعي، انت عاوز تحسنه وتطوري، يقول لك لا ما تحسنيش ما تطوريش. هو طبعا دكتور حسن في اكيد اطراف كتيره مستفيده من بقاء الوضع كما هو عليه، بالظبط، هو ده، ما فيش اي تغيير، هو ده، لانه في مصلحه وفي منفعه من وراء. بس عايز اسال حضرتك، حضرتك اكدت في اكتر من مره وفي حوارات كثيره فكره انه مشكله في النظام التلقيني، فكره انه مش عارف اخلق شخصيه طالب مبدع مفكر محلل ينقد. حصل حضرتك هنا المنهج، وده نقطة رئيسية في العملية التعليمية، المناهج من بالظبط، المناهج، لأن هي المناهج المسؤولة عن العقل بالزبط. المناهج دي كيف أطورها؟ بعدين قريت تصريح لحضرتك إنه ما فيش مكان في الدنيا بيستغني عن الكتاب المدرسي، يعني فكرة تحويل المناهج أو الكتب المدرسية إلى تابلت فقط دي فكرة غير متحققة حتى في دول متقدمة في العالم. عايزين نفهم شوية إزاي أشتغل على المنهج، وفكرة إنه تحويل المنهج إلى تابلت ده ما هو. طب خلينا الاول كتاب مدرسي. الاول نقول ان الكتاب المدرسي يعني حليف وليس خليف. تمام. يعني مش بديل للتابلت، ولكن معاه التابلت، واحنا السنه الجايه في اولى ثانوي هيبقى الطلبه معاهم الكتاب المدرسي والبتاع. وخلينا نتفق مع بعض ان الكتاب المدرسي من المشاهدات اليوميه بيترمي في صندوق الزباله. 2 مليار جنيه سنويا بيدفعهم يتحط في صندوق الزباله، حرام، ويستفيد بيها اصحاب الكتب الخارجيه. طيب ايه بقى البديل للفكر التقليدي اللي هو قائم على ثقافه القلم والورقه؟ تمام. اللي هو الفكر الانترنتي اللي او الدم التعليم المدمج اللي بيجمع بين الثقافه القديمه والثقافه الحديثه. تمام. احنا عملنا في بنك المعرفه في البرامج التعليميه والمقررات الدراسيه موضوعه الكترونيا على بنك المعرفه. الكتب الخارجيه موضوعه الكترونيا على كتاب على بنك المعرفه. الطالب معاه التابلت، معاه التابلت في كل المواد الدراسيه، بيدوس المنهج على اطراف الاصابع، بيدوس يجيله ماده الكيمياء درس كذا سؤال كذا، يبتدي بقى
بنك المعرفة هيديله ايه تاني؟ بعد تاني غير ما يديله تعدد في الاجابات الواحدة، يعني القضية الواحدة ليها اكتر من اجابة، تحتمل اكتر من اجابة. لكن في الكتاب المدرسي احنا بنطبعه في اجابة واحدة للسؤال. فانتهى عصر الرأي الواحد والفكر الواحد والارهاب. ما هو الارهاب قايم على ايه؟ على البرمجة وعلى الفكر الواحد والرأي الواحد وصناعة الانسان الالي مبرمج غير المفكر غير قادر على اتخاذ القرار او التفسير او التعليل. بنك المعرفة او القراءة الانترنتية غير القراءة الورقية. القراءة الانترنتية بيجد تعددية، والتعدد والتنوع مصدر ثراء، بيجد المتعلم عنده اكثر من رأي واكثر من فكر. الحاجة التانية بنك المعرفة انه هيديله الاسئلة اللي حطناها في بطارية للاسئلة فيها مستوى التذكر والفهم والتطبيق اللي هي المستويات الدنيا للتفكير، ومستوى التحليل والتركيب والتقويم اللي هي المستويات العليا. الست مستويات موجودة. الأسئلة جهات سيادية بتنزلها على التابلت عند الطلبة. السنة الجاية فني من المدى الزمن. من أول يعني. العام الدراسي 18-19. فما فيش دخل بقى لا للمدرس الخصوصي ولا للدرس الخصوصي ولا للسنتر ولا للكتاب الخارجي. الحاجة الثالثة لبنك المعرفة ان الطالب بيجري التجارب المعملية الخاصة بالكيمياء وبالاحياء وبالطبيعة وبالمواد العلمية اكتر من مرة، لان عنده التجارب بيشوفها وبيعملها وبيجربها مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، لان ما عندناش معامل في المدارس وما عندناش مدرسين وما عندناش ماتيريال اللي هي المواد الخام لهذه المادة. فبنك المعرفة ده نقلة نوعية في صناعة المتعلم. التابلت نقلة دي موجود في السعودية في الدول صحيح اللي احنا اسبق منها. احنا ما حطينا يعني عاوز اقول ايه، ان احنا ترتبنا قبل الاخير في التعليم اللي الناس فرحانه وعاوزه تبقى الحل. احنا دلوقتي الدكتور طارق شوقي ما حطش الكلام ده من عنده، ده قعد سنه كامله مجموعه من الخبراء المصريين الدوليين حطوا هذه المناهج اللي في اطار المنافسه العالميه زي فنلندا وزي اليابان وزي كوريا الجنوبيه زي الدول المتقدمة. طب يا دكتور حسن، سؤالي جاي من مقدمة اللي أنا قلتها. اتفضلي. حالات الغش طبعا المتعمدة، يعني هل هي حالات فردية؟ يعني هو مجرد بيتبصلها لأن هو الطالب ده بيعمل حالة فردية كده من الغش إنه يسرب الامتحان بعديها ب 15 دقيقة؟ شوفي، هقول لحضرتك، ما هكمل سؤالي لحضرتك. إنه 15 دقيقة، ما هو أنت عايز تقول إيه؟ عايز تقول إن الدولة مش مثلا مش فرضة هيبتها؟ لا فرضة هيبتها. ما طبعا. بس إيه الحكمة إن أنت تسرب الامتحان بعد 15 دقيقة؟ ومين اللي ورا الناس دي؟ اللي ورا الناس دي دول عدد قليل جدا لا يتعدى صوابع اليد الواحدة من أول ما بدأ الامتحان حتى الآن. وتم الجهات السيادية، تم ضبط الطلبة، لأن كل كراسة عليها رقم وعليها رمز وعليها حاجة، وكل صفحة فيها سؤال واحد. فهو قبل ما يصور الصفحة دي بالرمز بتاعها بالرقم، وقبل ما يقلب الصفحة الثانية في أجهزة قاعدة، غرف عمليات قاعدة ترصد غرف عمليات. مش عاوز اقول لك بالتفصيل، لكن في غرف عمليات قاعده في كل محافظه بتجيبه في اقل من دقيقه واحده، لان معروف الرمز ده مدرسه كذا، الرقم ده رقم جلوس طالب اسمه فلان، بيروح يجيبوه على طول. فهو اللي ضبطوهم 3-4. ودول النظام بقى عشان نتكلم بوضوح جدا، الغش بياخد لغايه سبع سنوات سجن، بيدفع من 100,000. تطبق يا فندم، قريت لحضرتك تصريح قبل كده قلت لازم تطبق فكره انه اللي غش يحبس على طول، وولي الامر بتاعه لازم يحاسب. وليه الامر لازم يحاسب؟ لان بيشجعه، مش اللي بيقتل، واللي بيشجع القتل بيتحبس. في موبايلات بتدخل اللجنه؟ لا مفيش. لو دخل ازاي؟ ما هو بقى اصل العمليه مش موبايلات، في نظاره، في ساعه، في منقبه، حتى دخل النقاب، كل حاجه. ما هو النقاب ده المفروض يتلغي، ما ينفعش انها عامل نفس مرقبه وانا سيئه وسلوكي سيء وفاسده. صحيح. فاحنا عندنا دلوقتي اطمئني تماما، لا غش، لا التسريب معناها قبل الامتحان. لم يحدث. لكن في غش بعد الامتحان زي ما حضرتك قلتي، بدقائق تم تشهير بعض الاسئله وتم ضبط الطلبه دول، والدكتور الحجازي خلاهم يمتحنوا مع ان ده خطا، يكملوا الامتحان، وهم الان في النيابه العامه ستحولهم الى التحقيق وسيتم حبسهم، والغرامه من 100,000 ل 200,000 جنيه. لا بصي، احنا الراجل الرئيس لسه قال حلف اليمين، هو بيحلف اليمين ولاده يخش الامتحان يغشه؟ ما ينفعش.
ما ينفعش ان احنا نبدا عصر جديد وثوره جديده ونصرف على مصر وندور على 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 مستقبل هذا الوطن ولاقي فيه غشاشين. ما الغشاش ده هيطلع قاضي غشاش صحيح. ويطلع مهندس غشاش ويطلع وزير غشاش. للاسف الحاجه الصادمه ده اللي مسكوهم دكتور حضرتك قلتها للاسف الشديد انه في حاله تصالح مع الغش. يعني انه انا برضو مش عارف استوعب ان اب وام المفروض يربوا فكان ده حقك يا ابني عشان تاخد درجه احسن. يعني ده شيء غريب جدا. هنا منطق تغيير الثقافه دي في المجتمع اخطف وجري ازاي؟ اه بالظبط اخطف ثقافه اخطف وجري وخد حقك. بص حضرتك القيم والاخلاقيات خلينا نتكلم بوضوح محتاجه لقانون صارم رادع. احنا اصبحنا في مجتمع هلامي متسيب محتاج نوع من الضبط والربط انا بعتبر ان الغش في الامتحان الثانويه العامه هو دلاله على الفساد اللي موجود في كل مناحي الدوله مرايه. وهم دول هم دول اللي غشوا هم دول الدكتور رضا حجازي ربنا يديله الصحه هو الفريق بتاعه في سوهاج تم تحويل ولاد الايه ولاد اصحاب المناصب العاليه مش عاوز اقول اسمهم مش عاوز اقول بيشتغلوا في اي مؤسسات في مصر ولادهم راحوا سوهاج في مدرسه عشان يغشوا فيها. تم الدكتور ده حجازي بسرعه راح مسيطر عليهم ووزعهم على اللجان المختلفه ولغى اللجنه دي واصبحوا انتر كنترول وراهم عشان اولياء امرهم المحترمين يعرفوا وراهم سيتم تصحيحه بلجان خاصه واي حاله غش جماعي ستلغى اللجنه كلها. انتهى عصر الفوضى. احنا في عصر دلوقتي بناء الرئيس بنى مصر 4 سنوات في بناء العمران الشوارع والكباري الـ4 سنوات دول لبناء الانسان. يا دكتور اللي حضرتك قلتها دلوقتي المعلومه الخاصه دي على مسؤوليتها الشخصيه يعني معلومه تم تحققها طبعا يعني. طبعا يعني دلوقتي يعني انا مش عاوز اقول لك بالاسامي هم فاكرين حسام نايمين اللي في مؤسسات الدوله دول صحيح. مش عاوز اقول في طيب. جهاز كذا وكذا مش نايمين الدوله مش نايمه طبعا. الرئيس عارف كل حاجه بتحدث وزير الداخليه ما بينامش جهاز سياديه اخرى في القوات المسلحه قاعده انها فاهمه كل حاجه. جمله ننهي بيها يا دكتور حسن لاولادنا طبعا اللي في الثانويه العامه ولسه المشوار طويل وما خلصوا اخر يوليو لا خلاص ان شاء الله. جمله ممكن تقولها لهم ايه؟ جمله اقول لهم اعتمد يعني لكل مجتهد نصيب البكره في امتحان الثانويه العامه الساده اولياء الامور ما مالكوش دعوه بولادكم سيبوهم هم ناضجين خليهم يحسوا بالاستقلال. مصر بكره تمام. افضل تمام. التعليم بكره هيكون افضل الدوله جميل. اتكلفت 2 مليار دولار عشان تطور التعليم ان شاء الله. ارجو ان احنا نساند في الاعلام نساند من اولياء الامور جميل. اصحاب المصالح يمتنعون اصحاب الضغط الاجتماعي جماعات الضغط الاجتماعي جميل. مع الف سلامه كلام في محله جدا. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا جزيلا شرفتنا وافدتنا دكتور حسن شحاته الخبير التربوي. بنشكر حضراتكم وبشكرك ولاء النهارده ليله القدر يا رب كده يعني ندرك فضلها وننعم كده بفضائل ليله القدر النهارده ان شاء الله. صباحكم كله خير وسعاده ومحبه. صباح أنس.